على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمعمل. دائما في إطار تغطيتنا لفعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الوطني للطرق، يسعدني أن أستضيف على بلاطو القناة بالمؤتمر بالسيد عبد الله الرئيس، مدير على المديرية المؤقتة لتهيئة الطريق الوطني رقم 1 بين تيزنيت والداخلة. أهلا وسهلا بكم سيد الرئيس. شكرا لأستاذ خديجة الدواء. أولا سيد الرئيس، صفاء نتطرق للطريق السريع بين تيزنيت والداخلة. أعطى صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء انطلاقة مشروع الطريق السريع تيزنيت والداخلة، والذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. أولا سيد الرئيس، ما هي المكونات هذا المشروع وأين وصلت أشغاله؟ كما ذكرتم، درجة المشروع في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية اللي يعني صاحب جهلنا خطاب 15 نوفمبر 2015 بالنسبة للذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء. هذا المشروع هذا تهم إنجاز طريق سريع بين تيزنيت والعيون على طول 550 كيلومتر، وتوسيعة وتقوية الطريق الوطني رقم 1 بين العيون والداخلة على طول 500 كيلومتر. المكونات ديال المشروع هذا في الطريق ديالو تنطلق من شمال مدينة تيزنيت بمقطع أولي فيه 114 كيلومتر، تيمر بمسار جديد يعني بعيد عن الطريق الرئيسي رقم 1 حاليا، وتيرجع للطريق الوطني رقم 1 في المدخل الجنوبي لمدينة قلميم. وفي المقطع الموالي من في اتجاه العيون، المشروع تيهم توسيع وتقويه الطريق الحالي وانجاز طريق جانبي للطريق، يعني تثنيه ديال الطريق الحالي باش يكونوا ممرين طريق سريع الوطني رقم 1 جانب الطريق الوطني رقم 1 مع طرق مداريه لكل من مدينه طنطان باش نتجمع عبر المدينه، وطريق مداري لمركز لوطيه جنوب مدينه طنطان. من ناحيه الجدول الزمني لهذا المشروع، تم توقيع اتفاقيه شراكه خاصه بهذا المشروع، مضت الأطراف المعنية أربع قطاعات وزارية والأربع الجهات المكونة للمناطق الجنوبية انطلاقا من سوس حتى الدخلة. هاد الاتفاقية الخاصة حدات المدة الزمنية للمشروع، مدة الدراسة 2016-2017، انطلاق الأشغال 2000 يعني عن طلب العروض 2017-2018، إنجاز الأشغال من 2018-2021. يعني الاتفاقيات انطلقت الأشغال في 2017 فعلا بمقاطع توسيع وتقوية الطريق الوطني رقم 1 بين مقاطع مختلفة بين جنوب مدينة العيون، واللي تعرف تقدم جيد ناحية تقدم الأشغال. يعني الصفقات كلها الأشغال انطلق فيها، كاين صفقات كاين مقاطع اللي تسلمات 100% وكاين مقاطع اللي وصلت مدة نسبة الإنجاز فيها 90-80%. انتقل جنوب مدينة العيون المشروع ديال الأشغال التوسيع والتقوية جد متقدمة. شمال مدينة العيون هذا المقطع ديال 555 كيلومتر تم الزيادة إلى 15 مقطع طرقي، كل مقطع تتراوح الطول ديالو بين أقصى المقطع في 23 كيلومتر بين قلميم وزريويلة، المقاطع الأخرى كلها فيها 40-45 كيلومتر باش يكونوا هاد المقاطع في متناول المقاولات الوطنية. وحاليا الأشغال مطرقة في مقطعين، المقطع الأول بين قلميم وزريويلة على طول 23 كيلومتر، والمقطع الثاني بين زريويلة وراس منين على طول 45 كيلومتر. المقاطع المتبقية 13 كلها تم تسويت الصفقات ديال الأشغال ديالها، تم طلب الدراسة انتهت بكاملها، تم يعني طلب العروض وتم تفويت صفقات المقاولات. من الصفقات اللي متقدمة زعما في الأطوار الأخيرة ديال المصادقة والتأشير ديالها من طرف المناقب
المراقب المالي، وكان صفقات أربعة صفقات كانت تفوتوا في الأسبوع الماضي، أربعة صفقات، صفقتين في صفقتين ديال الميم الأشغال متعلقة بهالطريق صفقة هذه السنة إن شاء الله. دابا الأشغال مطرقة في مقطعين جنوب الميم، ومطرقة في ثلاث مقاطع شمال مدينة العيون، يعني من العيون دورة على 40 كيلومتر الأشغال عشان مطرقة 2017، المقطع الموالي 57 كيلومتر تقريبا حنا 5%، المقطع الموالي 40 كيلومتر، يعني الأشغال متواصلة. هل واجهتكم بعض الإكراهات يعني أثناء إنجاز هذه المقاطع؟ لحد الان كاين بعض الاكراهات، منها ممكن اكراهات ماشي من درجه كبرى، منها ما تتحول لا غير شبكات تحويل هذا الفيبروبتيك، ولا شبكات بعض المناطق اللي اضطرينا باش نحولوا، اللي كان اكراهات باش اضطرينا باش نحولوا بعض الشبكات ديال الكهرباء. من غير هادشي ما كاينش اكراهات زعما طبيعيه، لا طبيعيه ما موجوده. وكيف ستساهم هذه الطريقه يعني في تنميه الاقاليم الجنوبيه بصفه عامه، وكيف وما هو وقعها على السكنه الاقاليم الجنوبيه؟ اولا غادي الطريق هذه غتمكن من تحسين السلامه الطرقيه اللي مهمه، وتشجع على التنقل، الناس ما يبقاوش يخافوا من الطريق، ياخذوا الطريق من قادر يبداو يخافوا من الطريق. هذا زعما هذا اللامادي. المادي غادي تقلص الكلفه ديال نقل السلع، مده التنقل، غادي تشجع على الاستثمار، المستثمر ما يبقاش يبقى تبان له العيون بعيدة. حاليا غادي تساهم في انفتاح اكبر للمواد المغربيه في المنتوجات المغربيه للجرائم الموريتانيه والدول غرب افريقيا. حاليا دابا كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي من جار موريتانيا اللي تياخذوا هذا الطريق تدخل والمواد الغذائية والمواد السلع اللي تتمشي من التبادل التجاري تتمشي لموريتانيا. نمر سيد الرئيس إلى نقطة أخرى وهو التمويل يعني له هو شعار هذه الدورة، الحكمة والتمويل في تمويل الطرق. كيف قمتم بتمويل إنجاز هذه الطريق؟ التمويل هذا كما ذكرت هذا الإنجاز المشروع هذا كانت اتفاقة إطار تمضات في غشت 2015، واتفاقية خاصة تمضات في نوفمبر 2016. هذه الاتفاقية الثانية الاتفاقية الخاصة اللي حددت كيفية التمويل والمشاركين كاملين في هذا المشروع. المشروع الكلفة الإجمالية ديال تقييمات أولية بتمويل المليار 500، وهذا الاتفاق حدات القيمة ديال المشاركة لكل قطاع، وزارة الجهاز والنقل، وزارة المالية، ووزارة الداخلية، والجهات المعنية، جهة سوس درعا، جهة سوس مسا، جهة قلمي ودنون، جهة العيون الساقة الحمراء، وجهة الداخلة، كل واحدة عندها الحصة ديالها. القطاعات الوزارية كاين اللي داير مليار، كاين اللي داير مليار، كل واحد مساهمة محددة. وهذه الاتفاقية أيضا حددت الجدول الزمنية للدفعات، واللي أهم في هذا الشيء هو الميزة هذه الطريقة ديال التمويل، هو ضمان التمويل. هاد المساهمين كلهم تيدحوا الدفعات ديالهم في الاجل، وتدفعها في صندوق التمويل الطرقي، ماشي ميزانيه ديال الدوله ولا ميزانيه خاصه، يعني هذه المساهمات كامله تدفع في صندوق التمويل الطرقي لضمان التمويل ديال المشروع، لضمان تمويل المشروع. اذا في نظركم سوف تكون هذه الطريق جاهزه في الاجل ان شاء الله في 2021 ان شاء الله. شكرا لك سيد الرئيس على هذه التوضيحات وعلى كل هذه المعلومات التي قدمتموها لمشاهدينا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، اشكركم على حسن متابعتكم والى اللقاء القادم ان شاء الله.